تم توسعة المشروع في المشفى الوطني وتم العمل عليها من أجهزة طبية، استدراج أجهزة طبية جديدة في العمليات وفي قسم التنظير الهضمي وفي العمليات زاد التنظير القوسي، أجهزة جديدة ومعدات جديدة، وتم توسعة المشفى بشكل عام من جراحة عامة بشكل كبرى وعمليات كبرى في المشفى الوطني. بلشنا موضوع المنافس بالفترة الأخيرة هاي، لأنه موضوع المنافس بصراحة عبء على المواطن، بصراحة على ابن الرقة عبء كبير عليه، كون أجور مكلفة في المشافي الخاصة. نتمنى دعم أكثر، نتمنى خاصة موضوع المنافس يكون بعدنا صالات متخصصة بالمنافس كبيرة ومن أسرة ومن أجهزة عديدة. نتمنى بالمستقبل القريب تزود المنافس عندنا بالرقة ويصير فيها أكثر وأكثر، لأنه هي أكثر نقطة فيها عبء للمواطن، خاصة فيها الأجور. تم ترميم تلك الأقسام بشكل كامل وتأمين الأجهزة والمعدات والمستلزمات بشكل كامل لتلك الأقسام. طبعا يوجد لدينا قسم مخبر وقسم أشعة حاليا بالمشفى، لكن تلك الأقسام تعتبر إسعافية وستبقى إسعافية. أما الأقسام التي سوف يتم افتتاحها هي أقسام مركزية كبرى. طبعا وجار العمل على تأمين أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وزيادة عدد المنافس بقسم العناية العامة. اكتب لك شي كلمة يا أخي.